للمزيد حول أسواق الطاقة ينضم إلينا من برلين الخبير الاقتصادي توماس أودونيل. سيد توماس، أهلا وسهلا بك معنا. يعني أكيد التصعيد في الشرق الأوسط وهذه التوترات في البحر الأحمر أربكت سلاسة التجارة العالمية، وأصبحنا نتابع تغير للمسارات وفي الملاحة للعديد من السفن. لأي حد أربكت وربما غيرت وستغير خارطة إمدادات الطاقة بالتحديد؟ Well, thank you for having me again. شكرا جزيلا على استضافتي معكم. Well, if I look at the big picture, إذا نظرنا إلى صورة الأوسع، أنا أعتقد أن دول قد تأثرت أكثر من غيرها، ولكن إذا نظرنا إلى الأسواق العالمية، ما يحصل في البحر الأحمر، وإذا تكلمنا فقط على صعيد النفط، سنلاحظ أن هذه ليست إلا نقطة في البحر التأثيرات الكبرى، فنحن نعرف أن معظم النفط الذي يتدفق عبر قناة السويس يأتي من الشمال إلى باتجاه الجنوب، وهو النفط الروسي الذي كان يأتي عبر دول البلطيق والذي يتخذ طريقا طويلا للوصول الى الهند وبعد ذلك الى الصين. وفي الحقيقه نعرف ان السفينه النفط الوحيده التي تم ضربها في البحر الاحمر كانت سفينه روسيه. بالتالي اسواق النفط هي معتاده على تغيير مسارها. الامر ليس بامر جليا كبيرا، لكن كنا نتكلم عن الناقلات او قطع السيارات والمنتجات الكيميائيه، فكان تاثرا كثيرا ولا سيما اليونان والمانيا. وبالتالي انا اعتقد ان الطريق الوحيد التي بامكاننا ان يؤثر على المنطقه هو ما اذا نشبت حربا بريه ونزاعا مباشرا بين الولايات المتحده وايران على سبيل المثال، فذلك سيؤدي الى حاله من عدم اليقين في العديد من الاماكن من حول العالم، وذلك سيكون لديه تداعيات كبيره، ولكن نحن لا نواجه امرا مماثلا حاليا. هل تعتقد أن المعوقات التي تواجه إمدادات النفط الحالية ستدعم فكرة أن يكون هناك زيادة في إنتاج النفط في أوروبا على غرار ما نتابعه في الولايات المتحدة؟ لا أعتقد ذلك، على الأقل ليس في الفترة أو في المستقبل القريب. المنطقة الوحيدة التي بإمكانها أن تعمل على زيادة لإنتاجها هي النرويج، وهي تركز كثيرا على الغاز الطبيعي. أنا أعتقد أنها ستعمل على زيادة الإمدادات النفطية، ولكن ستركز أكثر على النفط. أنا أعتقد أنها توجد مقيدات كبيرة في أوروبا، فكل الدول في أوروبا ومنها ألمانيا هي من بين الدول الأكثر خضراء، ولكنها تعمل على 94% على إمداداتها لإنتاجها، ولكن نظرا للسياسات بشأن نقل مصادر الطاقة، لا أعتقد أن شركات كبيرة ستقوم باستثمارات في إنتاج النفط في أوروبا، وذلك لن يؤدي إلى تغيير كبير، ولكن أمر يتعلق ببحر الشمال والنرويج. إذا ردا على سؤالك، فالجواب هو لا. ففي الولايات المتحدة تاريخ إنتاج النفط بالإضافة إلى توفر الموارد مختلفة جدا عن الوضع في أوروبا وفي مناطق أخرى من حول العالم، فنحن من المتوقع أن يزداد الإنتاج النفط في كل من هذا العام وفي 2025 وغيره أيضا، لكن نعرف أن غيانا ستعمل على زيادة إنتاجها النفطي، فنحن نعرف أن ليبيا والجزائر أيضا هي تعد أسواق مستقرة جدا للإنتاج النفطي، وبإمكاننا أن ننظر أيضا إلى فنزويلا وإيران تنتجان النفط ولكن تواجهان مشكلات، ولربما الولايات المتحدة ستفرض عقوبات عليهما. بالتالي وبشكل ملخص، نحن نتكلم عن مشكلات في الإمدادات، ولكن ما من مشكلات ولا سيما مع الطلب في الصين وفي أوروبا، ونعرف أن هناك أيضا احتياط كبير في السعودية. بالتالي أنا لا أعتقد أن هناك مشكلات في الإمدادات على المدى المتوسط أو على القصير. لم نتابع أن أسواق النفط تتأثر كثيرا بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كنا قد أضفنا نوعا ما علاوة جيوسياسية قليلة بعد ذلك عدنا إلى التراجع، يعني هناك تقلبات. ما الذي برأيك تسعره أسواق النفط بخصوص هذه التهديدات وهذه التوترات في الشرق الأوسط باختصار لو سمحت؟ Well, if I tell you the consensus view
نعرف أن هناك الأمر يتفق عليه المحلل هو في مجال النفط، وهذا ما أوافق عليه أنا أيضا. نعرف أن كان بدأت الأعمال في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر، وبعد ذلك كانت حرب ردة فعل من إسرائيل ضد غزة، والكل أعتقد أن كان سيكون لذلك تأثيرا كبيرا على الشرق الأوسط. ولكن حتى محطات التصنيع الغاز الطبيعي المسال قرب من مصر وإسرائيل وحتى لبنان قد عادت للعمل، وبالتالي تأثير هذه البؤرة الجيوستراتيجية والمشكلة الأمنية في هذه المنطقة لم يكن لديها تأثيرات كبيرة جدا على أسواق الطاقة. ولكن ما نرى بالإضافة إلى ذلك مخاوف بشأن ماذا ستحصد كل من الولايات المتحدة وإيران، فلقد أوضحت إيران أنها لا تريد حربا مباشرة، و إلى حد ما الأمر صحيح. وأوضحت الولايات المتحدة أيضا أنها لا تريد اتساع بؤرة الحرب، ولكن إيران فازت بلعبة خطيرة عبر محاولة استخدام وكلائها في العديد من المناطق للعمل ضد الولايات المتحدة، وترد الولايات المتحدة بشدة ولكن تتفادي الرد مباشرة على إيران. أنا أشكر لك كل هذه التوضيحات وتوجدك معنا أستاذ توماس دونيل الخبير الاقتصادي. انتهى وقتي، شكرا جزيلا لك. تعتزم شركة الدار العقارية استثمار 1,358,000,000 دولار لتطوير مجموعة من الأصول المدرة للدخل ضمن وجهات رئيسية في